هلا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون كلكم بخير. مشتاقة لكم كلش هواية، ما تتخيلون إيش قد مشتاقة أنزل فيديوهات لكم وأشوف تعليقاتكم الحلوة من تكتبوها وأقراها. خاف ما تدرون أني كنت مريضة، كلش مريضة صراحة، كلش يعني. الأسبوع الفات كان أصعب أسبوع مر بحياتي من صارت الدنيا باردة لحد الآن. يعني صار عندي فلونزا، بس شنو فلونزا؟ يعني فلونزا أذتني كلش، يعني كلش تعبت. يعني خفت لها هي كورونا بس ما طلعت كورونا، لأن كنت أشم وطعم أكل موجود، ما عندي ضغط تنفس، كان بس كان راسي مصدع وكان جسمي نحلان تعبان، وكان عندي شنو هذا بلاعيمي من تحتقن، شايفيها بالشتاء لما نصير عندكم فلونزا بلاعينكم تحتقن، فهيج كان عندي. واللي بالانستغرام يعرفون، اللي متابعيني بالانستغرام، أنا منزلة ستوريات وقالت لهم أنا كنت مريضة وتمرضت يعني. فأنتوا اللي أنا هنا ما متابعيني بالانستغرام ما تدرون شي، فتابعوني بالانستغرام عمود تعرفون إيش داي يصير، ومرات إذا ما أنزل فيديوهات إيش داي يصير ما داي يصير. يعني ليش تفوتكم هالشغلات؟ حسابي موجود على الشاشة، رابطة جواب صندوق الوصف، رابط حسابي بالانستغرام صندوق الوصف، تابعوني هناك نقدر نسولف وأجاوب على مسجاتكم وأشوف رسماتكم. يس، وحابة أعتذر منكم كلش، I'm so sorry يعني على هالغابة، ما كنت يعني غابة بدون قصد صراحة، كلش بدون قصد، I'm sorry. وأعرف همينة ستاب فيديو اليوم بالليل، يعني متى أصور بالنهار، غريبة وصدمة. لازم أعدل نومتي، شوفوا اللي لازم أسوي بقى، لازم أعدل نومتي، لازم أرجع أكل صحي، لأن يعني بذاك الأسبوع أنا ما تتخيلون، حتى بالثنتين بالليل بالثلاثة بالليل كنت أكل، بالخمسة الفجر كنت أكل، تخيلوا يعني زدت 3 كيلو بأسبوع واحد، أوكي؟ يعني كان أسبوع مرهق نفسياً وجسدياً يعني ومخياً، كل شيء يعني كل شيء كلاشي. المهم ما أريد أطول عليكم السالفة، إحنا بفيديو اليوم جايين نتونت، أوكي؟ عندي أنا هنا أوراق أونو، هذا باكيت أوراق الأونو، وهذا ورق الأونو، ورقة الأونو من ريفيرس، من هذه الورقة اللي ترجع دور، أوكي، ترجع تفور دور، أوكي. فهذه الورقة وصلني أنا فيديو منها من التيك توك من صديقتي، أوكي. صديقتي شافت فيديو على التيك توك ودزت لي إياه إلي. صديقتي كلش تحب ورقة الأونو من تكون بغلاف الجوال، أوكي. فحبت إنه أرسم لها ورقة أونو ريفيرس هذه، على بس تكون لونها وردي وبها قلوب. راح أحط لكم الفيديو، خلينا نشوفه من سوا، هسه طلع بالتليفون. شوفوا هذا هو الفيديو. البنية رسمت على كرتونة بنفس حجم ورقة الأونو بلون وردي ورقة الريفيرس، وحطت لها همينة ورنيش وحطتها بغلاف الجوال. فإحنا اليوم صديقتي قالت لي أوه كلش حلو، بس ما طلبت هي مني أسوي، بس أني راح أسويها كهدية إلها، أوكي. إحنا نستخدم نفس التليفون، فأني اللي سويته أخذت لها غلاف شفاف مثل هذا الغلاف اللي عندي، بس شفاف بدون لون، اوكي. فلما تحط الغلاف هي راح تحط ورقه الاونو، راح تحط ورقه الاونو هيك بهالشكل. انا راح اشوفكم اياه على تليفوني على الغلاف، واشوفكم اياه على تليفوني شلون راح يطلع، هيك يصير، اوكي. بس اللون راح يكون لون وردي ومثل ما هي طلبته نفس بالفيديو. فاحنا راح اخذ نفس حجم هذه الورقه، مثلا ورقه الوان مائيه، واقصها على هذا الحجم وارسم عليها الرسمة اللي دزت ليها صديقتي بالفيديو، اوكي. بس شنو، قبل لا نبلش اي شيء وقبل لا نرسم اي شيء، حطوا لايك لهذا الفيديو على مود اعرف انه انت تحبوني وتدعموني. حطوا لايك كلش كبير بجد، قلبكم كبير الحبوب الحلو، واشتركوا بالقناة اذا عدكم مشتركين، بالضغط على الزر الاحمر تحت هذا الفيديو، زر الاشتراك ويما زر تفعيل جرس التنبيهات، تدوسون على الجرس راح توصلكم اشعار كل مرة نزل بيها فيديو. والجرس بخيارات، ترى خيار الكل اكو موجود اول واحد، دوسوا على خيار الكل، لان مرات ما توصل كل الاشعارات اذا ما فعلتوا هذا الشيء. يس، وبما انه شرحتكم اني كل شيء راح نسويه اليوم، امشوا خلونا نبلش نرسم على ورقة الأونو هذه. just
Thank you.
أوكي أصدقائي، هذا هو شكل الكارت النهائي. حطيت أظافر شفاف لأنه حتى يصير مثل الوارنيش، لأن الوارنيش اللون الأسود يسوي يخربطه. أوكي، فحطيت أظافر شفاف وهيج صار. هذا هو الكارت العادي وهذا هو الكارت اللي أنا رسمته. اكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم، وهل راح تسوون هيجي فكرة لكفرات تليفونكم أو لا. هسا خلونا نجرب كفر التليفون. أوكي، like this. واو يا جماعة، شوفوا طلع كلش حلو. يمكن راح اسوي واحد لروحي همينه. شوفوا طلع يجنن، كلش حبيت صراحة، كلش حبيت. وبس اصدقائي، لهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اذا عجبكم لا تنسون تحطون بيج لايك، لايك كلش 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 كبير، واشتركوا بالقناة اذا عندكم مشتركين حمود، لا تفوتون كل الفيديوهات اللي انزلها لكم، وفعلوا زر التنبيهات يوصلكم اشعار بكل مرة ننزل فيها فيديو. تابعوا حسابي على الانستغرام، هناك نقدر نسولف وندردش ونسوي تحديات لايف وما اعرف من هاي الشغلات. يعني احبكم كلش 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 هواية، واشوفكم في الفيديوهات الجاية. وخلوا همين مايكل يقولكم باي باي. يلا مايكل قولهم باي باي. مايكل نو، او ماي جاد، صارت الوان بايد مايكل. مايكل سوي باي متابعين، سوي باي، سوي باي. يوم 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 يوم.